عزيزي المشاهد، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. كل عام وحضراتكم طيبين وبعود الايام علينا وعليكم بخير ورمضان كريم. كل يوم معانا سؤال من سيادتكم في احدى التعليقات اللي بتتم على كل الحلقات والريلز بتاعتنا. النهارده هيبقى ضيف حلقه النهارده احد المهندسين معي في المكتب، هيطرح عليا سؤال وهنجاوب لحضراتكم. محدش يطلع من الحلقه، لان كل ما بروح معاينه والاقي مشكله بقول يا ريت الناس دي كانت سمعت المعلومات وكانت استريحت. خليكم معايا النهارده بقى هنشوف سؤال ايمان. سؤالك ايه ايمان؟ والله هو سؤال بالنسبه لاي مهندس فهو سهل شويه، بس بالنسبه للعميل اسئلته متكرره في الموضوع ده، وحب حضرتك برضو يعني توضحه لنا زياده على زوم ببلدي بلدي جدا، يعني برضو بطريقتك الواضحه اللي بنتعلم منها هندسه. ان انا لو عندي مشكله في البلكونه حلها ايه بالنسبة للحديد؟ ازاي اعرفها؟ يعني ايه مشكلة في الحديد؟ حديد البلكونة يعني مصدي؟ بالظبط. طيب، هو ترميم البلكونة يا جماعة ليها طريقتين للترميم. الحديد لما بيبقى في صدأ في البلكونة ليه طريقتين احنا قلنا عليهم في الترميم، والطريقتين دول احنا اللي بنحددهم حسب الحالة وحسب المكان وحسب ظروف المكان بكل مقاييس وحاجات كتير جدا بيترتب عليها. طبعا عشان نقعد نشرحها هتاخد اكتر من نص ساعة، لكن احنا بنقول فيه طريقتين، اما بندكك او بنزرع شوكة من تحت وبتمتد مرة ونص الكاميرا جوه، مش من تحت يعني فوق الشبكة الجديدة اللي انا هعملها تحت، لان حديد السقف المفروض فوق. يا اما بنعمل شوكه من فوق وما بتبقاش بشكل الشوكه، بتبقى زي الشدادات بتتزرع فوق في السقف من طرف البلكونه لغايه مره ونص البروز برضو، ودي الطريقه الوحيده الصح. مفيش حد يقول لي اركب كاميرا، ومفيش حد يقول لي حاجات كتير بقى ازرع عمود، مفيش حاجه اسمها تزرع عمود عشان تسند البلكونه. كل هذه الطرق فكرية وليست هندسية. تمام؟ تمام. أشكركم، وإن شاء الله يوميا هيبقى معانا سؤال مع أحد المهندسين وهنقول إجاباته. الأسئلة دي أسئلتكم أنتم وتعليقاتكم أنتم. انتظرونا بكرة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.